سلامة ومرحبا بكم. كالعادة ديما مواضيعنا حساسة، مواضيعنا حارقة تم المجتمع التونسي. في هذا الصدد استدعينا الخبير والباحث السياسي والمحلل سي العربي الهمال، مختص في الرشوة وفي قلة المعروف. حاشاكم. علاش حاشاكم؟ علاش حاشاكم؟ ثم حد شيء تستاهل كلمة حاشاكم؟ الإعلام تدخل فيها في بعضها كاكا. سامحني مش نحكي على الرشوة. ما تنجم تكون راه مرتشي ولا راشي وتحكي على الرشوة، ده مش قلة تحية. شو الحكاية هذي؟ احنا قلنا خبير في الرشوة وقلة المعروف حاشاكم. ما تنجم تكون قلة المعروف في الموضوع، انت ماكش فاهمة. باهي سامحني من غير ما تهشش روحك. سؤالي ليك أولا، هل أن الرشوة مازال تقضي تو في تونس ولا؟ أول حاجة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثاني حاجة، الرشوة في تونس مش موجودة. ما عندناش رشوة، الكلمة هذه منين جبتها؟ ثم رشوة؟ ثم رشوة؟ شو ثم رشوة؟ ما شنو تجي كلمة رشوة؟ ثم رشوة؟ أنا نتاع رشوة؟ ما يجيش هكا. ما ثماش رشوة؟ ناثر فيك أنت. يا أخي عامل راح تتبانس ولا شبيه؟ ولا ما في بالكش ولا؟ شنو مازالت الرشوة تقضي؟ ثم حاجة هي تقضي تو دون الرشوة؟ ثم حاجة تقضي دون الرشوة؟ تتويك الرشوة في الطنبك نتاعها الرشوة تو. تو الرشوة. قصدي معناتها انا كسالتك معناتها هل ان الرشوه مازال تقضي؟ الرشوه معناتها قصدي وحدها مازال تقضي ولا لازم معها حوايج اخرى ولا؟ والله بصراحه في السياق هذا بالذات راهي الرشوه تنجم تقضي وحدها في كام معينه الرشوه تنجم تقضي وحدها، زي مخالفه مروريه، ورقه سهيله كذا، تنجم الرشوه زاده حاجه ما اهم، تنجم الرشوه تزيدها شويه حاجات، الرشوه تنجم تزيدها شويه صبه، شوية فارينة، شوية قوادة، شوية تلحيس، باش تولي هنا تكمل الرشوة كل تستكمل المعاني بتاعها والمفهوم بتاعها الأصلي للرشوة، اللي برشا ناس ما تفهمش المفهوم الأصلي للرشوة. أعطينا وقتاش التونسي يعطي الرشوة؟ الرشوة ما عندهاش وقت، ما عندهاش، تنجم تدي الرشوة تعطيه في أي وقت وفي أي زمان وفي أي مكان. ها سبحان الله توك في الاستوديو ما دخلت الا مدت لك 50 باش عديت معرفت بي. شنش بي؟ ما تحشمش ما تحشمش. علاش انت شنو اللي حشمك؟ ايه شنو تجبد فيها؟ انت حاشم تو على 50,000 خذيتها رشوه حاشم. ما الناس اللي بعت البلاد كلها رشوه وما حشموش. ما تحشمش. حبك راجل اخوي. باهي السؤال ليك معناتها هل انا الرشوه لازم تكون فلوس معناتها ديما فلوس تكون ولا تكونش في شكل اخر؟ في السياق هذا باش نكون واضحين، راهو المتداول عند المواطن التونسي هي فلوس. نقولوا هني علاش فلوس؟ فلوس اول حاجه بتسهل، وثاني حاجه تسهل لك الماموريه، وثاني حاجه اللي مش يقضي لك القضيه يسارع فيها ويتحمس، ثم حماس يعني في الفلوس، والناس تولي تستعمل سبيس حاجه اضمن وخير. ثم راهي رشاوي اخرى هذيك ما ندخلوش فيها، رشاوي مثلا تكون قضيه كبيره حاجه كبيره تدخل فيها زاد حاجات اخرى ما عادش تولي فلوس. ثم تقول مثلا قضيه كبيره رشوه كبيره تقول مثلا توصل الدار ثانيه، توصل حتى الكهرباء ثانيه ودار رشوه. هاي ما تتزلمش انت باش هكا بديت ب 50 تو توصل تو توصل ما عليك ما توصل ثانيه ودار رشوه. هاي هذه يظن تسمى هديه تو تقولي معناتها؟ والله بالنسبه هي هديه، هي هنا يتم الرشوه يتم تهذيبها وتولي كل هديه. وهي الرشوه راهي مشتقه من برشا اسامي وبرشا معاني وبرشا تقسيم ما ينجمش المواطن البسيط يعرفهم. مثلا في التقسيم تاع التقسيم الاول اللي نسموه الفصل الاول من الجزء الاول في الرشوه اللي هي القهوه. القهوه هذه تتعطى للعساسه، تتعطى للشواش في المحكمه باش يسرعوا لك في ورقه ولا يدلوك البلاط ولا حاجه، هذا 10,000. هذه قيمتها 10,000. من 10,000 حتى ل 100 دينار يولي يدخل في سياق اخر اللي هو الفصل الثاني من الرشوه. الفصل الثاني ايش فيه؟ فيه من 10,000 حتى ل 100 فيه المخالفات المروريه. عندك مثلا مش تطلع ورقه من كنا ولا تصب ورقه في كنا، عندك مثلا تطلع باسبور وانت الاجراءات ما تسمحلكش. هذه من 10,000 ل 100,000. تسمى رشوه هذه. تسمى رشوه. تسمى رشوه. وعندنا الفصل الثالث من الرشوة اللي هي الإكرامية. عندنا من لو قلنا القهوة، عندنا الرشوة، وعندنا هذه الإكرامية.
الإكرامية هذه من الدولة ياسر حسب ما عملنا الإحصاء بتاعنا 68% ولا 78% اللي هي تستعمل في المستشفيات. اللي عندك موعد تحب تقدمه، عندك طبيب يحب يعمل لك عملية فيتا، عندك تدخل السمع إكرامية معناتها السمع إكرامية هذه. وندخل طول الحاجات الكبار اللي هي من مليون حتى العشرة ملايين. العشرة ملايين هذه تدخل تحت السقف بتاع الكونكورات، بتعمل كونكور مثلا في الحاكم، باش تعمل كونكور في السبيطار، في الكونكور في الصناديق الاجتماعية، وهذه تسمى درجة الأخرانية. شو يسموها هذه؟ هذه يسموها جعالة. يعني أنت جعال، يعطي جعالة على الجعالة متاعه باش يقضي الشهور متاعه ويدخل ولده ولا بنته ولا يكون عنده في البلايس اللي قلنا عليها. معناتها يعطي جعالة شو يسموه؟ يسموه جعال. 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 جعل معناتها جعل. جعل. فلان جعل. جعل. يعطي جعالة معناتها. جعل. هذه بين تذكرنا بها بين المليون بين المليون وعشر ملايين مختصة هذه في الكونكورات والامتحانات. وقلت لي اللي يعطي ثانية ودار وكذا، هذا معناتها فين نصنفوه؟ هذيك هي هذيك اللي يعطي ثانية ودار، هذيك كل هدية زاد ثانية ودار باش يقضي بها حاجة كبيرة. حاجة كبيرة برشا تاع قضايا كبار. قضايا كبار احنا مشينا حتى عملنا بحث، ثم طويك رشوة جديدة تو شلع من عليها تحقيق وبحث اللي هي رشوة متاع كبيريات أكثر من واحد متاع مناصب نقوله هني. ينجم مثلا رئيس حكومة يعطي رشوة الحزب، يعطي رئيس حكومة يعطي رشوة، هاي هاي شد رئيس حكومة يعطي شو يعطي دار ثانية؟ لا 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 من دار مثلا يأخذ من الحزب هذاك زوز أشخاص يعينهم وزراء يتحطهم وزراء، يسمى هذه رشوة. رشوة متاع وزراء مثلا. رشوة متاع وزراء ثم الرشوة كبيرة فرع الرشوة، ثم حتى الرشوة ثم كم كاكا، ثم حتى اللي يعطي بلاد كاملة رشوة. بلاد كاملة رشوة. أي أي. ثم زاد يظهر لي اللي يعطي صوته زاد رشوة هكا ولا؟ هاك بدي تفهم هاك ريتك بدي تفهم هاك هو، هذا هو يعطي صوته وهو يعطي البلاد رشوة وماشي الحكاية هكاكا. توا حاليا الرشوة في الطنبك متاعها، توا كان كل ماشي كل شيء ماشي بالرشوة والحمد لله الحمد لله هذا من فضل. باي زاد ثم موضوع اخر نحب نحكوا فيه معناتها طريقه اعطاء الرشوه، ثم الرشوه تحت الطاوله هذه نسمع بها برشا، شو رايك في الرشوه؟ اسمعني اسمعني هذه راهي تعدى عليها السنين وما عادش يطلع علينا الشيء هذا، راهو والله باش نوضحوا للمواطن ما عادش الحكايه هذه ما عادش تصير. كيفاش؟ ما تجيش ما عادش علاش 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 تحت الطاوله؟ علاش؟ تو بكر نقول قد ما عاصر قديم وكذا تعدى تو الناس القط والتخمام، شنو إذا تعطي درجة تحت الطاولة؟ بلا لغة بلا منطق بلا تفسير، علاش تعطي تحت الطاولة؟ علاش تهين في المسؤول هذاك تعطيه في فرشة مجال تحت الطاولة؟ راه هذاك مولا بشر سبحان الله مش يهبط يطب صلاته ويتعب واحد يترشف عليه، ما عادش يمشي حكاية راهي الرشوة تحت الطاولة ما عادش متداولة، ما عادش يخدموا بها، حاليا توك الرشوة فوق الطاولة وتنجم تعطي حتى الطاولة رشوة راهو، علاش فاش قام ثم انكسار يعني للموظف ولا المسؤول اللي مش عطيه رشوة ثم انكسار. معناتها تحس اهنت المسؤول إهانة بتعطيه. اهانة اهانة هو في حد ذاته راهو المسؤول ولا ما عاش ماذا بيه ماذا بيه ياخذ الرشوة وماذا بيه تجي تعطيه رشوة تصور معاه وتهبطها ماذا بيه؟ يحب يشهر بروحه علاش ما فهمتش؟ مش يحب يشهر بروحه هو تو يخدم وياخذ الرشوة يحب يلقى الناس تعرفه ويعمل كليونير إلا ما دام شو المواطن يقول نعطيه ما نعطيهش يقبل ما يقبلش الآخر يقول مش يعطيني المسؤول مش يعطيني مش يعطيني مش يعطيني نقعد فوق التساؤل والحيرة زايد تول شهر بار طب خذ بتاعك وكاو أول حاجة الآخر يربح كليونات وثاني حاجة يتشهر يولي معروف وكذا والناس تاخذ شوارها الكل راه يسب في مصلحة المواطن التونسي شوي وعي شوي وعي من المواطن التونسي في الرشوة يعني معناتها حسب ما فهمت معناتها انت الرشوه ولت جهار بهار معناتها جهار بهار جهار بهار يا اخي يعني خفت كي مدتها لك شنو هو اللي صار؟ انا مدتها لك قدام الكاميرا 50 وخذيتها باهي باهي وانت تضحك وني نضحك علاش الفرحه هذيك الفجوه علاش نحرموا رواحنا؟ ماذا بيني ماذا بيني نشوف المواد اللي يعطي الرشوه فرحان والمسؤول كي ياخذ فرحان علاش نصعبوا فيها على بعضنا مش صعبوا فيها شو اللي يعني متقدمة ونوصلت يعني حسب ما فهمت معناتها المواطن ما تطورش معناتها في موضوع الرشوة مش زين متأخر شوي احنا عملنا بحث وعي المواطن التونسي في الرشوة طويكة 90% احنا مش زين بدائي معناتها قصدي مش زين يعطي تحت الطاولة لا لا يعطي مش زين احنا رانا باش نخدم عليك 10% مش زين
المواطن التونسي لازم يولي 100% الظروف الكل ملائمه. تصور انت كان مشتو في 2021 ما نقولش في الطنبك نتاع الرشوه وقتاش مش لازم نطول. انا على هذاك خويا اجتهدت وعملت مركز هو صغير مركز بتاع شنو بالضبط؟ مركز بتاع تكوين في الرشوه اكاديميه تستقطب كل عام 1000 شخص. اه ان شاء الله باش نزيدوا يعني باش نوسعوا كذا التونسي لازم يجي يتكون في الرشوه يعرف كيفاش يعطي الرشوه كيفاش ياخذها وقتاش. باهي هذه فرصه باش تحط على المركز بتاع التكوين اللي عملته سيادتك في الرشوه وقله المعروف لو تقول لنا معناتها شنو هي الاختصاصات اللي يوفرها المركز. والله باش يكون معك صريح قبل نحكي في الاختصاصات راهو الرشوه يعمل عندنا عامين باش يكون واضحين باش يدخل في قله المعروف راهو يعمل 4 سنين معناتها الجمله 3 سنين تخرج عندك دبلوم في الشهاده ودبلوم وشهاده مش شهاده بس دبلوم وشهاده في الرشوه وعندك من هكا تكمل 6 سنين على الاخرين يولي عندك الماجستير في قله المعروف ومعترف به في الولايات ما باش نقول معترف ولا معترف في الكلام في السبيطار في الحاكم وين تحب انت. شنو هي الاختصاصات اللي يوفرها المركز؟ الاختصاصات الكل موجوده وانا مش سايره باش خذيتها راهو المركز هذا باش عملت المدفع تاعتي عليه رشوه زاده باش خذيتها صار بالرخصه نتاعها. اي بالرخصه نتاعها مؤشر اموري واضحه تاعت عليه الرشوه نتاعي وخذيت السنتر نتاعي نخدم. ما قلتليش شنو الاختصاصات بالضبط؟ عندنا عادي الاختصاصات عندنا اختصاصات في الاشارات المروريه عندنا في رشوه في الاشارات المروريه عندنا رشوه في الانتدابات اللي عاني منها الشباب وكذا وشفنا اقبال مهول من الشباب الاختصاص هذايا تم زاد اختصاص في الامور القانونيه والحقوقيه زاد هذيك زاد تاع القضايا تاع القضايا زاد ثم ناس ثم اقبال والحمد لله اما اختصاصات متوفره في المناظرات زاد كيف برشا اختصاص. انت هو تتوجه للمواطن شنو تقول للمواطن؟ والله انا نقول للمواطن التونسي لازم يتوعي روحك في الرشوه راه الدول مش المتقدمه مش خير منا انت يا تونسي تعرف ترشي وتعرف كذا لكن يجب تتأطر يجب ثم تأطير يصير في الرشوة باش المواطن التونسي يقضي شورى والإدارة التونسية تسرح والإجراءات تمشي والبلاد تتقدم لها. في بالك أن نقعدوا هنا عام برك نتعامل بالرشاوي اش يصير نسبة النمو تولي 0. إيه لكن احنا تو قاعدين نتعامل بالرشاوي هذيك الإشكالية الرشاوي نتاعنا ماشي هباء منثورة ضايعة تحت الطاوله هذاك الاشكاليه وين تحمله علاش تحب تنحي الطاوله انت عليه فهم اقتصاديين حتى الدوله تمشي نجم اللي تدخل القباضه عندها رشوه خويا ذا مكلفه رشوه ب100 ب200 نسبه معينه 2% للقباضه تبيع تولي حتى القباضه تاخذ الرشوه حتى القباضه تاخذ رشوتها وفي السياق هذاي تقدموا عام برك نصحوا عام برك يا رسول الله نحوا الطاوله معناتها علاش ليه. باهي شكرا لك. حاجة واحدة حبيت نذكرك بها معناتها أنت تعرف أنه الرشوة معناتها حرام في الدين بتاعنا ولعن الله الراشي والمرتشي تعرفها ولا؟ نعرفها الله غالب أخوي الله غالب نعرفها أما كل من المسؤولين ولاد الحرام اللي خلونا غاطسين في الحرام للعنكوش